السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بإذن الله غنبداو سي اس اس. دونك هذه انتروديكسيون على سي اس اس. دونك شنو كيعني لينا سي اس اس؟ سي اس اس سينيفي كوا؟ سينيفي كاسكادين ستيل شيتس. دونك هو كيوصف ليا كومون لي زيليمون اتش تي ام ال خاصهم يتافيشاو على ليكرون. تو سامبلومون كنستعملوا دي بروبريتي دو ستيل. دونك سي اس اس كيقتص ليا بزاف على لو طرافاي وكيخلي ليا لا باج ويب تبان ليا بواحد لو ستيل يكون مزيان. دونك لي فوي دو ستيل اكسترن سون ستوكي دون لي فيشي سي اس اس بيان ايفيدامون. دونك عندنا دي فيشي سي اس اس تو سامبلومون كنحاولوا ما امكن اننا نابليكيو على لي زيليمون اتش تي ام ال دي بروبريتي دو ستيل باش يبانوا لنا بواحد الشكل منظم. دونك كيف كتعرفوا ان باردون ان سي اس اس يوتيليزي تو سامبلومون بور ديفينيغ لي ستيل دو نوتر باج او بيان دو نو باج. دونك لا كونسيبسيون و لا ميز اون باج دونك اي لا فارياسيون او بيان لي فارياسيون دافيشاج تو سامبلومون هما les objectifs de l'utilisation du CSS. غادي نشوفو ان شاء الله من بعد كيفاش نقدروا نكرييو دي فيشي دو ستيل CSS اكسترن ونتعلمو دوتغ شوز. دونك تبعوا معنا هاد الدوره وما تنساوش انكم تتبعوا القناه وتفعلوا الجرس وتضغطوا على زر اللايك لهاد لا فيديو وحتى لي فيديو بريسيدونت في لا بلاي ليست. دونك ان شاء الله بقاو معنا وغادي نكملوا هاد لا فورماسيون اللي غادي تكون فورماسيون مفيده ان شاء الله.